بنات، هذا هو بوكس فوتنر اللي عليه العرض، هو الفاليو بوكس. بشرح لكم كل واحد على السريع عشان بس ما تطلبون تعرفون شنو قاعد استخدم. شيء طبعا هذا هو اللي تلبسينه فوتنر، تقصينه وتلبسينه تخلينه على ريلك ساعة، وبعدها تشيلينه وتغسلين ريلك بس بماي. بعدها تقريبا من عقب الأسبوع 10 أيام راح يقشر كله، راح تنزل قشور وايد وايد وايد، وهذا فرصة حلوة الحين بالشتاء ما دام احنا المستدلاقات يعني غزرولة مفتوحة، انه عادي خلي قشر تحت الذاق. لما تقشر ريلك 100% وتخلصين، تبلشين اللي هو الكريمات. الكريمات طبعا هذه تستخدمينها كل يوم. احنا عندنا نوعين من الكريمات فوتنر، عندنا ريولج او يعني كعب الريل، وهذا فوم حق الريل كامل، وهذا هو اللي مثل يصير مثل الدلاق تلبسينه يقشر الريل، طبعا استخدام واحد وهذول تظلين. لما تقشر ريلج 100% وتخلصين، تبلشين اللي هو الكريمات. الكريمات طبعا هذه تستخدمينها كل يوم. احنا عندنا نوعين من الكريمات فوتنر، عندنا كريم هو حق كعب الريل، تدرون وايد نلبس تبكرام جوات مبطلة، نغسلين نتوضى وايد فكله ينشف، حتى بالصيف جونا ناشف. كريم وعندنا الفوم، الفوم هو تحطينه بالليل تأكدين انه تشربت ريلك كله، وحق خاص بالذات يعني حق الريل كلها. اما الان اللي يكون فيه الجلد سميك راح يرطبه وايد وايد وايد، يعني استخدمينه بكذا استخدام، كواعج ركبتج بالشتاء جونا ناشف. هذا حق كعب الريل. بنات الحلو فيه هذا الكريم، تحطيه على كواعج على ركبتك على المكان اللي كان اللي يكون فيه الجلد سميك راح يرطبه وايد وايد وايد، يعني استخدمينه بكذا استخدام، كواعج ركبتك كله حاطين عليه مسوينه يعني فاليو بوكس، لان لما تحطونه كله سعره مختلف تماما عن البوكس هذا.